السؤال التالي: ما حكم دفع ثمن صرت أضحية لتذبح خارج بلدي يتم ذبحها في فلسطين؟ تجوز الوكالة في الأضحية، واختيار مناطق المأزومين والمنكوبين اختيار موفق. وإن وسع الله عليك وضحيت بأخرى في بلدك لتشهد أضحيتك وتدخل بها السرور على أهل بيتك وتطعم منها من حولك، فذلك حسن، تقبل الله منا ومنكم صالحا.